نتمنى من الجميع. يا ربي دخيلك ساعة ماني، معناته يمكن هي ما تروح. ايه هذا الزلمة ضحكان عليك، ضحكان عليك. إيه مو مكتوب عليها سويسرا هاي. عم تجاكريني يعني لأمتى؟ تأكدي إنه هاليوم رح يجي، يعني ما رح تضلي بعيدة عني كتير وما رح ضل شوفك من بعيد. تأكدي إنه رح يجي هداك اليوم اللي رح سافر فيه على لندن وأنا قاعد فيكي. اعتبري هذا وعد مني. بوعدك. بقرة؟ غريب، معقول يكون رانفير عم يفكر يروح على لندن وهو راكب على ظهر البقرة؟ اخ يا لندن. رامبير، ما بدك تروح على سباق تراكتورات؟ يلا تعال. لا تروح، خليك عندك، انا رايح لحالي. سيداتي وسادتي، برحب فيكن وبدي منكم تسمعوني منيح. نحن عملنا هذا الاحتفال لنشوف مهارات الكل، وكل اللي اجوا مشان هذا الاحتفال مرحب فيهم. اهلا وسهلا فيكم جميعا بهالسباق، سباق التراكتورات. شرفتوا، والرابح بهذا السباق اكيد رح يحصل على مكافأة بقيمة 10,000 روبية بدون زيادة او نقصان. لهيك السباق رح يبلش ابتداء من هاي اللحظة. لك لوين راح رانفير؟ مصيبة، وين راحت؟ هلأ كانت واقفة هون. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.